بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا مع قصة ذلك الرجل الذي آمن في سرية تامة وكتم إيمانه، وكان من آل فرعون، فرعون الطاغية، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي كان يرى نفسه لا يخطئ أبدا، وأنه لا يعلم البشرية ولا يعلم الرعية إلا كل صلاح، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والرجل خرج من بين الناس حينما وجد أن مؤامرة تحاك لعبد صالح، لعبد رسول من قبل رب العالمين، جاء بالبينات من ربه، وجاء بآيات تدل على أنه رسول من رب العالمين. فقارع القوم بالحجة، وبدأ كلامه بقوله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكأنه يقول:
إن قول الرجل ربي الله ليست بجريمة تستحق القتل، بل هو عمل صالح يستحق أن يجازى عليه الإنسان خير الجزاء. وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. واستمر في كلامه إلى أن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى حكاية عن هذا الأحمق الغبي الذي يظن أنه عبقري، فيقول في سورة المستهزئ: يا هامان ابن لي صرحا، ابن لي بناء عاليا عظيما لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن لماذا تريد صرحا، ولماذا تريد أن تصل إلى طرق السماء ما دمت توقن بأن موسى كان كاذبا؟ هو من باب الاستهزاء بموسى وبرب موسى. فلا عجب أننا نجد أن أهل الفجور وأن طلاب الدنيا في كل زمان ومكان يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بالله ويستهزئون بالرسل الكرام ويستهزئون أيضا بالصالحين من عباد الله. ووصفهم ربنا تبارك وتعالى بالمجرمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يرجع كده يضحك في وسط الصحبة وفي وسط العائلة: أنا مسكت فلان وضحكت الناس عليه في البرنامج بتاعي وعملت كذا وسخرت منه وعملت كذا وكذا وكذا وكذا. تضحك على من؟ تستهزئ بمن؟ الذي سيضحك أخيرا سيضحك كثيرا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني حينما يرى المجرمون الفاسقون حينما يرى هؤلاء المؤمنين الصالحين يقولون أننا على ضلال، إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فنقلنا ربنا تبارك وتعالى سريعا إلى يوم القيامة، قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وهناك فرق كبير بين ضحك وضحك: على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ حصلوا على ثواب وعلى أجر مما كانوا يفعلونه من سخرية بعباد الله المؤمنين. والله تبارك وتعالى ينادي الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الآيات. إذن فاستمر الرجل الصالح المؤمن يفصح عن إيمانه شيئا فشيئا، وهذا هو فرعون يزين له الشيطان سوء عمله، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، صده الشيطان عن سبيل الفلاح.
وما كيد فرعون إلا في تباب، في ضياع، كيد لا وزن له، لأن الله تبارك وتعالى قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هؤلاء لهم كيد ورب العالمين له كيد، هؤلاء لهم مكر ورب العالمين له مكر، فمكر من يغلب؟ مكر الله. وكيد من يسود ويفلح؟ كيد الله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه واحدة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهنا وما كيد الكافرين إلا في ضلال في أوائل القصة، وهنا وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني في خسران وانقطاع. إنما ينبغي أن تمتلئ قلوبنا تصديقا لكلام ربنا جل وعلا، فلا أريد أن أرى هذه القلوب قد أوهنها اليأس، لا ينبغي أن نيأس أبدا، لا يجتمع اليأس مع الإيمان. مش مصطفى كامل كان بيقول لحياة لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس؟ لا، احنا نقول لا يأس مع الإيمان، في إيمان لا ينبغي أن يتسرب أو أن يتخلل اليأس إلى قلب المؤمن أبدا، لأن المؤمن له رب يدبر أمره ويعلم أن الكون له رب، يبقى حكيم في أقواله جل وعلا، حكيم في أفعاله جل وعلا، حكيم في قضائه وقدره، ليس عبثا. خذ حكمة كده بالتلاتة، إذا قال قولا فهو الحكمة، وإذا فعل فعلا ففي الفعل الحكمة، وإذا قدر قدرا أو قضى قضاء ففيه الحكمة البالغة. وانت عارف لما نيجي نتناول قصة موسى فقط مع فرعون، ترى عجبا، ايه الغلام ده اللي يتحط في تابوت وربنا يقول لأمه رضعيه أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم؟ ها، ايه الكلام ده؟ أخاف على ابن أرميه في البحر؟ والله هربوا عند خالته، أروح بلد ريف بعيدة عن البلد اللي الشرطة وأمن الدولة المصرية طلب فيها الولاد بتوع بني إسرائيل؟ ما كان بيعمل إيه فرعون؟ روح طالق لك أمن الدولة مع الدايات، مع المولدة اللي بتولد النساء، لما أخبر بأن في غلام من بني إسرائيل هيطلع وهيزول ملك فرعون على يديه، قعد بقى يعمل التدابير علشان ما يحصلش، ما يعيش الغلام ده. فعشان نحكم المسألة، يبقى كل ولد ذكر يولد من بني إسرائيل نقتله نذبحه، أو ده بسبب عدم إيمانه بالقضاء والقدر فعل ذلك، لأنه لو كان يؤمن بقضاء الله وقدره لترك الأمر لله يدبره كيف يشاء. ونفد تدبير من؟ تدبير فرعون أم تدبير الله؟ تدبير الله. يبقى الغلام اللي هيكون ليه السيادة وستزول المملكة الفرعونية على يديه يتربى فين؟ ده يتربى في القصر في الداخل، في قصر فرعون، حكمة بالغة. والله غالب على أمره، حكمة بالغة، ويترب ويأكل، واللي يربيه ويكبره زاد فرعون، عشان كده بيعايره بعدين، يقول له ألم نربك فينا وليدا، يعني عايز يقول له باللهجة المصرية
ده لحم كتافك من خيرنا، اخد بالك، ده انا اللي مربيك يا واد، ده انا اللي معلمك، ده انا اللي مكبرك، تطلع وتشب عليا وتقول فيه اله غيري وفي رب غيري؟ نقول له فرعون بقى لحد كده ما فيهاش بقى مجاملات، خدني يا عم عندك اجير، شغلني بالسنين اللي انت اكلتهاني، اعمل فيه. لكن رب غير الله ما اؤمنش بيه. إذن هذا المغرور الأحمق ما كان يؤمن بقضاء الله وقدره، وكان مستهزئا بموسى وبما جاء به، فقال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا هو تزيين الشيطان له. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. لا يزال الرجل المؤمن يفصح أكثر فأكثر ويعلن أكثر فأكثر. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. حتى عجيبة تكلم فيها المفسرون، كأن الكلام ده تلميح وتعريض بفرعون. هو فرعون قال لهم ايه؟ قال: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا ايه؟ سبيل الرشاد. فكأن الرجل عاوز يقول لهم ايه؟ اوعوا تصدقوا الكذاب ده، بس بطريقة مهذبة وعالية جدا وفكر راقي جدا: يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد، لو سمعتوا كلامي وآمنتم بموسى. وكأنه يقول: اكفروا بهذا الفرعون لأنه لا يملك الرشاد ولا يملك سبل الرشاد، تبعون أهدكم سبيل الرشاد. ثم تجده رجلا فاهما لأمر الدنيا والآخرة: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. تعرفين الدنيا اللي انتوا عايشين فيها دي ايه؟ متاع قليل. هتعيش فيها كام؟ 60 سنة، 70 سنة، 80، هتقارب من 90 زي المخلوع، ايا كان العمر ستفارقها حياة الدنيا. متاع الدنيا حاجة من اتنين: اما ان يفارقك واما ان تفارقه. يفارقك ايه؟ بالإفلاس، يبقى عندك مال تفلس، او يبقى عندك مال كثير وتسيبه كله للأولاد وللزوجة. فالرجل المؤمن بيقول لهم كده: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. وشوف جاء إنما، إنما أداة من أدوات الحصر، تتفك بأدتين: لا إلا أو ما إلا، يعني ما الحياة الدنيا إلا متاع. زي ما تقول إيه ربنا سبحانه وتعالى: إنما أنت نذير، مش كده؟ يجي في الكهنة ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول له إيه: إن أنت إلا نذير. إن هنا معناها ما نافية، يعني ما أنت إلا نذير. يبقى دي أداة إيه؟ حصر. فيحصر الحياة الدنيا في المتاع فقط، متاع أكل شرب ملبس زوجة سكن مركب فاخر، يعني سيارة فارهة إلى آخر هذه الأشياء، هذه الحياة الدنيا. أما الآخرة بقى: وإن الآخرة هي دار القرار. شوف كلمة قرار، ثبات، دوام، حياة مستمرة، زي ما يقول لنا ربنا سبحانه في سورة العنكبوت: وإن الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة المستمرة، ما فيهاش موت بقى، يا إما خلود في جنات عرضها السماوات والأرض، يا إما خلود في جهنم
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت ميتة تريحه ولا يحيا حياة تسعده. فالرجل بيديهم الدرس ده، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إذا لماذا تتقاتلون من أجلها، ولماذا تكذبون من أجلها، ولماذا تأكلون حراما من أجلها، ولماذا تحاربون الحق من أجلها، ولماذا تقفون في صف الباطل وفي خندق الباطل من أجلها، ليه؟ تستحق ذلك؟ تستحق أن تطلعوا الفلوس المنهوبة وتدوها للناس يقتلوا بعض؟ تستحق الحياة الدنيا أن تاخدوا خيرات مصر وترموها في المجاري؟ حوالي 50,000 طن أو مش عارف كم لقوهم مرميين في السولر في المجاري، وأزمات مفتعلة، سكر ورز والحديد بدأ يصعد والإسمنت بدأ يغلى، وأزمات مفتعلة. تستحق الحياة الدنيا هذا؟ تستحق منكم مصر التي ترعرعتم على أرضها وصرتم في هذا الثراء الفاحش من خيراتها، تستحق منكم ذلك؟ وإن الآخرة هي دار القرار. وبعدين بيبين لهم بقى الميزان في الآخرة، وميزان قسط كما قال رب العالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال ربنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة مش هتضيع عند ربك من الخير أو من الشر، مثقال ذرة، كلمة تقولها في جلسة، حصل غيبة لمسلم أو لداعية من الدعاة إلى الله وافتراء عليه، لن تضيع عند الله تبارك وتعالى. دفاع منك لمسلم أو مسلمة بالغيب لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. كلمة فسوق ترددها كما يردد الناس وتغتاب بها مؤمنا أو تستهزئ بها بمؤمن لن تضيع عند ربك، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه، نسى اللي عمله هو، لكن لما نفتح له الكتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، هيبص كده يقول الله ايه ده الكتاب ده، ده حتى الحتة الفلانية الغمزة الفلانية يوم كذا ذكرها، ايه ده، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ده كلام الرجل المؤمن بينصح قومه وبيبين لهم بقى عظمة الله تبارك وتعالى. شوف من عدله، سيجازيك بالسيئة سيئة أما الحسنة فيضاعفها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. شوف العظمة، ملك له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، مين انت عشان يتخذك
ندا أو يعذبك. من أنت؟ ده أنت من مخلوقاته، أنت عبد له، خلقك لتعبده، فإن وفيت الميثاق الذي بينك وبينه وفاك أجرا لا يخطر ببالك، وإن نقضت الميثاق الذي بينك وبينه عاقبك عقوبة بمثل ما فعلت، لكن لو ضاعف العقوبة الله أكبر. فالله يعاملنا بالفضل بالعدل، والله لو عاملنا بالعدل ما استحق إنسان في الوجود شربة ماء، لأن خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد. يخلق ويعبد غيره، شوف خلقهم ويأكلهم روح يعبدوا بقرة، يعبدون بقرة، يعبدون نارا، يعبدون شمسا، يعبدون قمرا، يعبدون ضريحا، يعبدون قبرا، يعبدون شيطانا، في عبدة الشيطان خلي بالك، يعبدون شيطانا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فالرجل بيبين لهم الميزان في الآخرة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وتفكروا ده خاص بالرجال فقط، لا، ده الأنثى برضو لو عملت عمل صالح لن يضيع أجرها عند الله تبارك وتعالى وهو مؤمن، هذا هو القيد. يبقى لما يعمل لنا صالح ويملأ الأرض بالعمل الصالح وجاء غير مصدق برب العالمين أو برسول من رسله لا وزن لعمله الصالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا وزن له. إذن شرط قبول العمل أن يكون في إيمان، أصلا إيمان، وهو مؤمن. فأولئك يجزون، فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب، يرزقون فيها بغير حساب. شوف في العمل السيء قال لهم سيئة بسيئة، مش هنضاعف السيئات. أما في العمل الصالح قال لا ده بغير حساب، الأجر في الجنة بغير حساب. ما تقوليش أنفقت جنيه أنا أديك قد الجنيه، لا، ده 10 جنيه إلى 700 جنيه إلى أضعاف كثيرة. ولذلك قال ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في موطن آخر في شأن أجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنكيل لهم كيل، مش هنقول له أنت عملت كذا بأخذ قد اللي عملته، لا، ده بغير حساب. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أوعى تفكر أن العملية حتى في العمل الصالح فقط الأجر فيه في الآخرة، لا والله، ده قال ربنا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يبقى احنا عندنا ايه؟ اوعى تفكر عمل الصالح برضه هيضيع في الدنيا، ما يضيعش ابدا، يكفي انك تحيا حياة السعداء، صدرك منشرح مسرور، لا هم يقف على قلبك،
ده في حد ذاته نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. يمتن ربنا تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك. ولذلك حتى يعني من يهديه الله تبارك وتعالى لهذا الدين يشرح صدره لهذا الإسلام، اللي يريد به خير ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره لهذا الدين ويصور لك التاني بقى اللي هو بعيد عن هذا الدين وبعيد عن الإسلام وبعيد عن الإيمان كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. ودي حقيقة بقى وصل إلى العلم إن كلما بترتفع في طبقات الجو بيقل نسبة إيه؟ الأكسجين، تحس بضيق. عشان كده جوة الطيارة أو جوة الصواريخ الفضائية بيعملوا إيه؟ أكسجين اصطناعي داخل الطيارة، ومع هذا الأكسجين الاصطناعي بتكييف معين يتناسب مع الموجودين بيقول لك ساعات لو حصل أي حاجة في أداة الأكسجين كمان تحطها عشان تزود لك لو حصل لك أزمة أو آخر إلى آخره. إذن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم يقول لهم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. شوف أنا بدعوكم ليه؟ بدعوكم لله، بقول لكم أطيعوا الله، وإنتوا عاوزيني فين؟ عاوزيني في جبهة الإنقاذ، وعاوزيني أشتم وتظاهر وسب المسلمين وأقتل. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى شرع الله، إلى دين الله، إلى كلام الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعونني إلى النار، إلى مذاهب أرضية وإلى فسوق وعصيان إلى آخره. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أنت عاوزين تاخدون الآلهة؟ لا أعلم فيها حق ومذاهب لا أعلم أنها تنفع، ونظريات وأيديولوجيات لا تفيد الخلق إنما تضر بهم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. العزيز الغالب على أمره، هذا معنى العزيز، يعني إن أراد شيئا أمضاه وفعله. غفار فعال، كثير المغفرة لمن غفل عنه ولمن أعرض عنه. والله لو أتيته بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا لأتاك بقرابها مغفرة. ولما تسمع الحديث القدسي في الصحيحين يقول الرب جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني إما يغفره ويستره ويكفره وإما يأخذ به. يعني هو العبد أذنب ذنب فينادي ربنا الملائكة واستغفر
والله عليم بما كان من العبد. فيقول: ماذا قال العبد؟ قال: يا رب استغفرك. فيقول: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ويعمل العبد تاني الذنب تاني، فيسأل ربنا الملائكة: ماذا فعل العبد وماذا قال العبد؟ يا رب أذنب ثم استغفر. تتعرف لما بتقول أستغفر الله إيه معناها؟ معناها السين والتاء دي للطلب، يعني أطلب المغفرة من ربي. ومعنى إنك بتطلب المغفرة من رب فعلمت أن لك ربا غفورا ويملك أن يرحمك، ولجأت إلى من أمرك بيده. ده توحيد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لأنك لما تقول يا رب توحيد، بتثبت أن لك ربا، ده مش كده وبس، وتثبت أنه سميع، وإلا من بتنادي بتقول يا رب، وتثبت أنه قادر، وإلا أنت هتروح تخبط على واحد ضعيف وتقول له تعالى توسط لي في كذا، أو نفذ لي كذا، أو اديني حتة أرض، أو اديني حتة شقة. أنت بتروح اللي عنده إيه؟ القدرة، مش كده؟ شوف كلمة يا رب، أثبتت أن لك ربا، وأثبتت أن الرب الذي تلجأ إليه يسمعك، وأثبتت أن الرب الذي يسمعك قدير يملك أن يجيب سؤلك. مش لما قال موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال له: قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص أجبناك أجبناك، قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذا قلت يا رب فأثبتت أن لك ربا سميعا قديرا غنيا، وأثبتت ذلك. أنت ما تروحش لفلان تخبط على بيته وتقول له: أنا محتاج بشور البنت، محتاج 1000 جنيه أو 2000 جنيه لحد ما الموسم الفلاني يجي، عندي أرض مثلا هجمع الزرع بتاعها، أو عندنا المراكب سرحة بره، وما تيجي إن شاء الله يطلع لنا قرشين كويسين نسددك. بتثبت إيه؟ فقرك. لو كنت غني مش هتروح تسأل، مش كده؟ يبقى اللي بتسأله ده مين؟ الغني. وأنت من؟ الله أكبر. وأنت من؟ أنت الفقير. فأنت فقير فقرا ذاتيا، وهو غني غنى ذاتيا. شوف بقى كلمة يا رب. وعشان كده بقول لكم يا أخوانا، في الأزمات تضرعوا تضرعوا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. عشان ربنا يحبك كده دايما تقول له يا رب، ويغضب منك لما تستغنى عنه وتروح تسأل غيره، مع أن ابن آدم انت تقيل على قلبه. هتقول له النهاردة اديني 1000، اقول لك ماشي ده على عيني. وبعدين مرة تانية تطلب منه، وعلى طول اول ما يشوف رقمك يرد عليك،
بعد كده يكنسل عليك، بعد كده يغير الرقم خالص ويقفل الموبايل، بلك؟ فأنت ثقيل بطبيعتك، لما بتطلب من ابن آدم زيك أو ما يحملك مرة مرتين ثلاثة عشرة عشرين. انظر إلى ربك يغضب إن سألت غيره ويفرح إن طلبت منه، حتى ما وسطش بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل سؤال يقول له إيه؟ ويسألونك قل، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. في الدعاء ما قالوش قل، لم يقل له قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالوش فقل إني قريب، لا، اطلع من الموضوع ده انت يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا بينه وبين عبدي على طول مباشرة، يسألني وأجيبه، يسألني وأجيبه، يدعوني أستجب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في نفس السورة التي نتكلم فيها في سورة غافر. وبعد إخوة الأحبة، فالرجل يستمر مع قومه منذ أن بدأ معهم بقوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إلى أن وصل معهم للنهاية، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم، لا جرم ما تلقاها في القرآن، لا جرم معناها لا شك، أو معناها حقا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، كان الكلام عن أهل النار. وهنا يقول لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني حقا أن الذي تدعونني إليه غير الله ليس له دعوة، لا يستحق أن يدعى، وليست له قدرة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، يعني لا جرم أن مردنا إلى الله، يعني حقا أننا سنرجع إلى الله، لأن الله قال في كتابه إن إلى ربك الرجعى، وقال جل وعلا إن إلى ربك المنتهى، وعلمنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، يعني لا جرم أن مردنا إلى الله، يعني لا شك في ذلك، وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني لا جرم أن المسرفين هم أصحاب النار، يعني حقا أن المسرفين هم أصحاب النار، يعني لا شك أن المسرفين هم أصحاب النار، الذين أسرفوا على أنفسهم من الذنوب الصغيرة إلى أكبر الذنوب هو الشرك، بالظلم، بالطغيان، بتلفيق التهم، تفاكر ربنا مش مطلع على الضباط الخونة اللي مش راضين يشتغلوا، وانت فاكر ربنا مش مطلع على الضباط الأشراف اللي عاوزين يشتغلوا، تتظن ان ربنا كده مش مفرق بينهم؟ لا، مفرق بينهم، ومفرق بين القضاة المرتشين وبين القضاة اللي يخافوا على مصر،
ويريدون أن يحققوا العدل، وأن المسرفين هم أصحاب النار، وبعدين يلقى عليهم الحجة في آخر كلامه: فستذكرون ما أقول لكم. كل الكلام اللي أنا قلته ده هتفتكروه بعدين. فالأحسن بدل ما يفوت الأوان عند ذكره اعملوا بيه دلوقتي. هو عاوز يقول لهم ايه؟ الكلام ده مش هيروح عند ربنا، الكلام اللي أقوله لكم ده خليكم على الحق، وخليكم في خندق الحق، ما تكونوش في خندق الباطل، ابعدوا عن الفلول، ابعدوا عن الشيوعيين، ابعدوا عن الليبراليين. الكلام ده احنا بنقوله لكم هتفتكروه بكرة، بس بقول لك قبل ما يجي بكرة وتفتكره وتشوفه قدامك ويعود عليك بالشر، حاول تتوب منه دلوقتي. هو بيقول لهم الكلام ده مش علشان ايه؟ خلاص استمروا في اللي انتوا فيه، في الباطل اللي انتوا فيه، وبعدين هتفتكروا كلامه بكرة. لا، ده بيقولها لهم كتهديد: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. تفويض الأمر لله ده راحة للقلب، يعني بتحسن توكلك على الملك، وتسلم قلاد أمرك للقدير سبحانه وتعالى. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم لقمان ولده أن يخشى ربه بالغيب، وأن الله لا تخفى عليه خافية. يقول له: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف، يعلم ما دق، خبير، لا تغيب عنه الأشياء مهما دقت ومهما صغرت، ومهما كان صوتك همسا، حتى لو كان حديثك مع نفسك، يعلم السر وأخفى. عارف السر بينك وبين واحد، ده أقل سر. أخفى من السر ما توسوس به نفسك، ما تحدث به نفسك، الخاطر الذي يجول في عقلك أو على قلبك يعلمه ربك. إذن أين المفر؟ ولذلك لما قال فروا قال ماذا؟ ففروا من الله، ولا قال ففروا إلى الله؟ يعني المفروض انت ما بتخاف من انسان، واحد مستعبدك في المنطقة السبعة بتسيب له المنطقة السبعة وتروح تسكن في بور فؤاد، تفر من المنطقة السبعة لبور فؤاد. واحد مستعبدك في بورسعيد كلها تفر من بورسعيد كلها وتروح الدقهلية أو دمياط. فإن خفت شيئا فررت منه، أما الله إن خفته ففر إليه، لأنها تروح منه فين؟ يبقى ارجع له، قل له: يا رب، أنا عبدك الذليل، أنا عبدك الحقير، يا رب أنا بعصف كذا وكذا وكذا، وأنت عليم بي، يا رب أويني، أويني توب من المخدرات، أويني توب من الخمرة، أويني توب من النساء، أويني توب من الظلم، أويني يا رب توب، عني يا رب عشان أتوب من الرشوة، مش قادر يا رب، أنت اللي مالك قلبي، فأنا أستعين بك على الشيطان وأستعين بك على نفسي. يبقى كل من خفت منه فررت منه إلا الله، إذا خفت منه ففر إليه.
وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شوف كانت النتيجة كما قال جعفر الصادق عليه رحمة الله تبارك وتعالى: عجبت لمن خاف من مكر الناس به. ناس بيمكروا لك، بيدبروا لك، هيعملوا له ايه، هيحاولون تحقيق، طب هيعملوا ايه كذا، لماذا لا يفزع الى قوله وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، فقد سمعت ربي قال في عقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا. وهنا السياق يوحي بشيء، صحيح لم يصرح، إنما يدلك على أن القوم أرادوا به سوءا وأرادوا به مكرا سيئا. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. خلي بالك، هتمكر بإنسان صالح وهتدبر له مكيدة، أو قاعد تعمل لواحد غلبان ضعيف مكيدة، هيلف المكر يبقى حوالين عنقك، حول عنقك. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كل ما يعملوا حاجة لإسقاط الدولة، لإسقاط الحكومة، لإسقاط كذا، تيجي على عكس مرادهم، لأنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق بهم، التف حولهم ونزل بهم. ده عذابين بقى، في عذاب مستديم طول فترة البرزخ بعد ما غرقوا على طول وهم في عذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. استشهد علماؤنا على عذاب القبر بهذه الآية. يبقى ما تقوليش بقى ايه الناس اللي بينكروا عذاب القبر، يقول لك ازاي في عذاب في القبر، والقبر ساعات يبقى فيه رجل صالح وفيه رجل ايه فاجر، رجل تارك للصلاة ورجل مصلي بيصلي الفرض بفرضه، والتاني حشاش وخمار وبتاع نساء، ودفنوا في مقبرة العيلة هما الاثنين ولاد عم مثلا او اخوين، فازاي يبقى القبر روضة من رياض الجنة على الرجل الصالح، يبقى حفرة من حفر النيران على الرجل الفاجر؟ نقول له: يا أخي، الأمر الغيبي لا ينبغي أن تفكر فيه بعقلك ولا أن تقيسه بقياس الماديات أو قياس الدنيا، لأن الأمر الغيبي يتعلق بمن؟ بالله، والذي يقدر عليه هو الله. ونقول له برضو: ده أنت في الدنيا كده بتنام جنب أخيك على سرير واحد، انت تشوف نفسك في بستان وقعد تاكل مانجا وتاكل جوافه، واخوك شايف نفسه في حلم حيات بتتلف حوالين رقبته، وعقارب عاوزه تلدغه، وكلاب عاوزه تنهشه، ده يصرخ وده قاعد يبتسم وهو نايم، الاثنين نايمين فيه على سرير واحد، على سرير واحد، ده يشوف رؤيه تسعده وده يشوف كابوس ايه يشقيه، مش كده؟ في سرير واحد او في الدنيا. أليس الله على كل شيء قدير؟ بلى سبحانه وتعالى. إذن آل فرعون بعد ما غرقوا في العذاب، يجي لك واحد تاني يعمل لك إيه؟ عبقري، يتفزلك. يقول لك: طيب افرد واحد راجل فاجر ومات في البحر والقروش كلته والسمك كله وإلى آخره، طب ده هيتعذب إزاي عذاب البرزخ؟
أو لو كان رجل صالح هينعم إزاي هو اتهضم في معدة القرش أو تمساح زي اللي ماتوا في النيل بالعوامة العبارة اللي كانت سياحية من حوالي 5-6 سنين، ها؟ وغير بقى العبارة اللي كانت جاية برضو من فلول النظام سالم إكسبريس اللي مات فيها أكثر من 2000. فالناس اللي ماتوا دول بقى هيروحوا فين؟ فين عذاب البرزخ؟ نقول له برضو ارجع الأمر، إن الله على كل شيء قدير. حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في حق الكافرين الذين كذبوا بنوح، قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. مما يعني معناها بسبب خطيئاتهم، تكذيبهم لرسولهم وشركهم، أغرقوا. قال تعالى: فأدخلوا نارا. هو دخول النار ده مش هيكون بعد الحساب في الآخرة؟ أمال إزاي عقب بالفاء؟ ده بعد الغرق أدخلوا نارا، ده عذاب البرزخ. فالكافرون من قوم نوح الذين لم يركبوا السفينة بما فيهم ابنه يعذبون حتى الآن عذاب البرزخ. والكافرون من قوم فرعون الذين لم يؤمنوا بموسى وأصابهم الغرق، قال ربنا تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يبقى دي نار البرزخ، لأن الله قال بعدها: ويوم تقوم الساعة. عذاب تاني بقى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في النار في حوارات وفي كلام، ده اللي هنبدأ نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، الأربعاء القادم على موعدنا. وإحنا برضو بنقول قصص القرآن في قناة نور الحكمة، تردد 10815 كل اثنين الساعة 7:15. الوقت يعني أخروا المعاد شوية، الحمد لله 7:15 تسمع القصص بطريقة أخرى وبأسلوب آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.